هذه سوريا فلسطين، مبروك تأهل المنتخبين. أي مبروك، شفت ستوريات الناس مبارح؟ في تغريدة منه عم تحكي هذا الفيديو مخصوص لجماعة فصل الرياضة عن السياسة. بس ياسمين ليش بندخل دائما الرياضة بالسياسة؟ طب فلنفصل الرياضة عن السياسة وبدنا فرحة يا أخي. هل المصدر فصل الرياضة عن السياسة؟ إيش عم تهدفوا؟ المنتخب الفرنسي لما فاز بكأس العالم 2018 هل قالوا ماكرون ماكرون؟ يعني المنتخب السوري ما بينطبق عليها المبدأ. هلأ أنا أكيد بتفهم العاطفة الوطنية ورغبة السوريين بأنه يفرحوا بأي شيء بعد الوضع المأساوي اللي عاشوه لأكثر من 10 سنين. بس يارفا خلينا نكون عقلانيين وخليني أشرح لك نقطة بنقطة. يلا هاتي لنشوف. أول شيء، الخلاف لا يتعلق بالسياسة فقط، بل بجرائم النظام اللي راح ضحيتها مئات الآلاف إضافة للمفقودين. بعدين السؤال اللي لازم نسأله، مين اللي أقحم السياسة بالرياضة؟ مو النظام نفسه؟ تعال اسمعي شو عم يحكي. فريق الوطني لما كان عم يلعب مثل كل مواطن سوري عم يفكر هو عم يحقق إنجاز، إنه هو بده يكون رديف ومكمل لعمل القوات المسلحة. معقول يسوي الرياضي بحامل سلاح اللي عم بيقتل شعبه؟ بالضبط يا فخ، خليني اشرح لك. نظام الأسد عم يستخدم القوانين الدولية والثغرات اللي فيها لحتى ينال الاعتراف فيه كممثل شرعي وحيد للسوريين. يعني نظام استغل الرياضة كأداة سياسية ناعمة لحتى يفرض سيادته. بس الناس ما عم بتفكر هيك، ماخدين ان الموضوع رياضة بس. اي رياضة؟ لك يا ريت وقف على هذا الحد. النظام عم يمنع مشاركة اي لاعب معارض بالمنتخب الا اذا رجع واعلن تأييده للنظام. عندك عمر السومة وفي راس الخطيب. لك ويا ريت خلص الموضوع هون. في عشرات المعتقلين الرياضيين في سجون النظام، ومنهم اللي ماتوا وزملائهم ساكتين ولا كأنه في صاير شيء، منهم عبد الباسط ساروت، جهاد قصاب. وصل الموضوع للقتل؟ مع هيك يا فشوفوا فرحة البعض. في تغريدة لكتيبة بتقول، من يشاهد هذا البكاء يظنه على دمار ثلثي سوريا، أو على النصف مليون شهيد، أو على 10 مليون لاجئ، أو على الناس اللي عم تموت من البرد في المخيمات. المهم أنا قلبي ما بيطاوعني أفرح وفي دم بالموضوع، وكل شخص هو وضميره. بس تصور يافا أنه صايرين أصلاً عم نتناقش بالموضوع كأنه موضوع قابل للطرح للنقاش، وكأنه عادي في وجهات النظر المختلفة. ركك منه وخلينا نفرح مع المنتخب الفلسطيني، هذا اللي المفروض ما في عليه اختلاف. اسمعي، هو في خلاف لأن في ناس كتير بيعتبروا الحكي عن الرياضة حاليا من الأشياء التافهة اللي ما لازم نركز عليها عشان نسلط الاهتمام على جرائم الاحتلال اللي ما بتخلص. بس بنفس الوقت في ناس بتعتبر لهالسبب بالتحديد المنتخب هون. كيف يعني؟ ما فهمت. لأن الرياضة بالنسبة لهالشعب عمرها ما كانت من توافه الأمور، الرياضة دائما موجودة، وصفة واحدة من أذرع المقاومة الشعبية. المقاومة؟ شو دخل الرياضة بالمقاومة؟ الاحتلال بيقمع كل أشكال الحياة في فلسطين بما فيها الرياضة وكل السبل، لأنها ببساطة بتهدد كل ما بناه أو اللي حيبني، فبيحاول بشتى الطرق تقييد الأفواه ودفن السلك الفلسطينية. تخيل ياسمين، من 2008 والاحتلال حاطط حطاط مع اللعيبة، كل ما بيحاولوا يبنوا ملعب الاحتلال بيدمره. كيف هبيقدروا يتدربوا أصلا؟ المنتخب ما عنده مكان يتدرب فيه أو حتى يجتمع فيه. ولأعطيك معلومة، لتحضير هاي البطولة اضطروا للتدريب في معسكر في الجزائر، غير عن اللعيبة الفلسطينية اللي استشهدوا خلال هالعدوان. تقريبا 170 رياضي فلسطيني استشهدوا وتعرض المئات لبتر الإطعام. يعني تخيلي مع كل هالصعوبات اللي مروا فيها المنتخب ولسه عنده حلم ومصر على انه يوصل. سمعت انه في لاعبين من غزه عم يلعبوا مع المنتخب ونازلين بس لحتى يتركوا بصمه، بالرغم من الاخبار السيئه اللي عم توصل من غزه. بالضبط، وبالنهايه وباختصار اي شيء بيترك بصمه لفلسطين هو كابوس للاحتلال. مثال على كلام ياسمين، حضور علم فلسطين في كاس العالم قطر 2022 رغم انه كان غير مشارك. صح، انا كثير شفت تفاعل على مواقع التواصل، بس صراحه استغربت من طريقه تعاطي مع الفرح. شوفي، حسيت احنا متفقين على الفوز وانجاز المنتخب الفلسطيني، ولكن الخلاف حول طريقة التعبير عن الفرح بين اللي كانوا كتير مبسوطين ومتحبسين وبين اللي كانوا ضده وبيحكوا انه هذا مش وقته. يعني مثلا شوفي لي هالتغريدة اللي عبر فيها الخذلان على شكل رياضة وحكى انه منظر الجماهير الفلسطينية والعربية وهي بترقص على انغام انا دمي فلسطيني مناظر معيبة بحق قضيتنا وبحق اهلنا في غزة. صراحة معهم حق، يعني خلال تصفح منصات التواصل الاجتماعي منشوف ام عم تبكي على ابنها اللي مات في غزة وناس عم ترقص على الفوز. بالضبط، وانت شو رأيك؟